لم تستغرق المفوضية القومية للانتخابات في السودان وقتا طويلا لرفض مطالب حزب الأمة المعارض الداعية لتأجيل الانتخابات لأربعة أسابيع. مسؤولو المفوضية قالوا بعد لقاء مع المبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن إن الانتخابات ستجرى في موعدها. حزب الأمة أصر من جانبه على مطلب التأجيل بالإضافة إلى سبعة شروط أخرى لكي يخوض الانتخابات على جميع المستويات. المفوضية جسم تنفيذي للمؤتمر الوطني، يقال عبر القانون أنها هي التي تحدد تأجيل الانتخابات من عدمه، ولكن هذا غير صحيح. المؤتمر الوطني قام باتفاق سياسي مع الحركة الشعبية وأجل الانتخابات لإجراء التعداد وترسيم الدوائر في جنوب كردفان، وبعد فترة قامت المفوضية بتنفيذ هذا القرار السياسي. ويقول الحزب أنه سيواصل حملته الانتخابية حتى 6 أبريل نيسان كما أعلن من قبل، وسيتخذ قراره بعد ذلك بالانسحاب الكامل أو المشاركة الجزئية في الانتخابات مع انتهاء المهلة التي منحها لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لتنفيذ شروطه. إلا أن المؤتمر الوطني يقول أن القرار ليس في يده وإن المفوضية هي التي تبت في الأمر. ليس هنالك أسباب موضوعية تقنع المفوضية أو تقنع المؤتمر الوطني أو تقنع كل المتابعين في الشأن السوداني أن هنالك يعني مبررات موضوعية تؤدي إلى قبول التأجيل. لذلك نحن نفتكر أن الانتخابات يجب أن تقوم في مواعيدها. حزب المؤتمر الوطني واصل حملته الانتخابية على الرغم من المواقف السياسية الأخيرة من قبل أحزاب المعارضة، كما أن آراء الشارع السوداني انقسمت ما بين مؤيد ومعارض لتأجيل الانتخابات. كثير من الأحزاب ما لقت فرصتها في الدعاية وفي إعلانها، وكانت الصورة شوية غير مرتبة، يعني أغلب الوقت كان بصورة حقيقة إنه الحزب المؤتمر الوطني أو الحزب الحاكم هو أكثر حزب قد مساحة أو حيز بين الأحزاب. أنا ضد إنه الانتخابات تتأجل، أو كافة الشعب السوداني ضد الحتة دي إنه الانتخابات تتأجل، والوقت كان كافي جدا. يعني أنا بشوف لقد تباينت الخطوات التي اتخذتها الأحزاب المعارضة في الآونة الأخيرة ما بين المقاطعة التامة والجزئية للانتخابات، ولا يزال الناخب السوداني ينتظر الموقف النهائي لحزب الأمة قبل أن يتوجه لصناديق الاقتراع في 11 من الشهر الجاري. علاء صبحي، BBC، الخرطوم.